النص التاني عندنا الترم ده هو اسمه عهد الطفولة. نص عهد الطفولة من تأليف الشاعر عبد القادر القصاب، هو شاعر وعالم أزهري، اتعلم في الأزهر الشريف واتولد سنة 1848 وتوفى عام 1941. الفكرة الأولى في النص عن ذكريات الطفولة محفورة في الذاكرة. الشاعر بيقول: عهد الطفولة لا يبارح بالي، بل لا يغادر خاطري وخيالي. لا ما حننت إلى براءة لهوه، لا ما ذكرت تبختري ودلالي. ما كنت أطلب في مداهي مكاسبا من مغنم فان ومربح مالي. لما نشوف اهم معاني النص، عهد اللي هو زمن وجمع عهود، يبارح يترك ويرحل والعكس يقيم ويلازم، بالي خاطري والخاطري طبعا جمع خاطر، فاني زائل وعكسها خالد او باقي، مربح مكسب وعكسها خسارة، التبختر مقصود بالتكبر وعكسها التواضع، مغنم مكسب وجمعها مغانم، مدى اللي هو نهاية عهد الطفولة. الشعر في أول فكرة بيوضح لنا حنينه الدائم إلى زمن الطفولة وما فيه من لهو ولعب ووراءة، وأنه لم يكن مشغولا خلاله بالسعي لطلب العيش والبحث عن الرزق.